نبش صور قديمة لحبيبة مهند الحمدي وإعلان خطوبته رسمياً. نبش الجمهور المتردد على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة قيل أنها تعود إلى حبيبة الفنان السعودي مهند الحمدي، والتي ما تزال صورها وهويتها تتصدر دائرة اهتمام الجمهور، لا سيما بعد أن نشر الفنان السعودي صورة جمعتهما قبل نحو شهر أخفى خلالها وجهها. ومثل حديث مهند الحمدي عن حبيبته وطريقة تعرفه عليها مؤخراً دون ذكره تفاصيل بشأن هويتها الشخصية عنصر جذب الجمهور للبحث عن معلومات بشأنها، حتى كانت تلك الصور محل حديث جديد بين الجمهور وسط تنمر شديد عليها. ويبدو أن مهند الحمدي أصبح في ورطة مع الجمهور بعد تداول صور حبيبته التي رأى الجمهور أنها لا تتمتع بمقاييس جمالية قوية. في الوقت الذي تحدث فيه مهند في أحد اللقاءات عن وسامته وفي حال كانت العلاقة مبنية على الشكل، ورأى الجمهور أن مهند الحمدي لا يتمتع بالوسامة كما أشاد بنفسه، وبات اختياره لفتاة ليست جميلة وفق وصفهم أمراً لائقاً عليه لأنها لا تتمتع بالجمال الكافي. وبعد ذلك جاء رد مهند الحمدي بأن أعلن خطوبته على حبيبته التي ارتبط بها مؤخراً، حيث نشر صورة برفقتها عبر الستوري على الإنستغرام دون الكشف عن ملامحها واكتفى بكتابة الحمد لله. وتأكدت كل التكهنات التي تفاعل معها الجمهور حول هوية حبيبة مهند الحمدي، وتم حسم الأمر والتأكد على أنها مدونة الموضة الفاشينيستا فرح مراد. وفرح التي أعادت نشر الصورة نفسها عبر حسابها بالإنستغرام وكتبت أيضاً الحمد لله، فرد عليها مهند بتعليق يحتوي على صورة قلب وبجانبه خاتم. وانهالت الرسائل المباركة للفنان السعودي والتعليقات لتهنئته. وكان مهند الحمدي قد ذكر بأن حبيبته لبنانية الجنسية وأنهما يخططان للزواج في وقت قريب، رغم رفضه لفكرة الزواج من قبل وتفرغه لحياته الفنية، ولكن شيئاً. ومجدداً أحب أن أشكركم على حسن المشاهدة. إلى اللقاء أصدقائي في فيديو جديد. أن تكون شريكة حياته.